انا ان شاء الله يا عم باذن الله اول ما هرجع من السفر على طول هبتدي في توضيب الشقه باذن الله. وتقى طبعا هي اللي هتختار كل حاجه بمزاجها. والله يا ابني انا كان نفسي تقى تسكن جنبنا هنا. وماله يا امي ما جراش حاجه، احنا مش هنبقى بعيد، هي كلها ساعه ونص وهتبقوا عندنا ان شاء الله. احنا تشرفنا بيك يا استاذ محمد. الله يخليك يا عم. يا ريت بقى الزياره الجايه تشرفنا الاسره الكريمه. ها طبعا 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 عندك حق طبعا اكيد في اقرب فرصه. انا ليا خال عايش في المنيا، هو بس بيعتذر علشان السكه كانت طويله عليه حبتين وهو كان تعبان شويه، فالمره الجايه ان شاء الله هيكون موجود. الف سلامه عليك. الله يسلمك يا عم. طب هو انت عايش لوحدك في القاهره؟ مالكش قرايب هناك خالص؟ لا طبعا، ازاي ليا طبعا. شريك ابويا الله يرحمه في المحل، هو في مقام عمي بالظبط، واولاده متربي معاهم من واحنا صغيرين، اخواتي تمام يعني، هي دي عيلتي اللي انا عايش معاها. بس الخير والبركه طبعا في تقى، هي اللي هتنور كل حياتي. ايه ده؟ ايه الكوبايات دي؟ النبي يا تقى نوريني الكوبايات اللي عندك. فكك يا مي، دي كويسه. لا الكوبايات دي طلعت في خطوبتي ولازم تطلع في قرايه فتحتك. يلا بقى بسرعه كده. مبروك يا توتة، والله شكله طيب وبيحبك. هو ده اللي كان بيكلمك عشان الشغل؟ اه هو. والله احلى من الوضع صوم. مالك يا توتة عامله كده ليه؟ مالي يا مي؟ ده اللي معرفش ان انت اللي جايباه يقول انك مغصوب عليه. عايزه انا اعمل ايه؟ مش قصدي حاجه، بس انت كنت قاعده مساهمه طول القعده. يلا بقى اضحكي وانتي مدخله له الشربات. حاضر. قوم وقعد اختك يا عمر. مد ايدك يا حبيبي عشان ما تتكسفش. عزمي على خطيبك يا تقى. ألف مبروك يا تقى. الله يبارك فيك يا سوني. إيه سوني ده؟ إيه سوني ده؟ سوني مين؟ آه سوني، لا دي سوني بتدلعني يعني. يعني إيه سوني؟ عبلة افتح التابلو كده هتلاقي حاجة بتاعتك. ايه ده؟ عملت لي جواز ازاي؟ واضح كده انت لسه مش عارفه انت متجوزه مين في مصر. لا انا هسافر برا مصر. انا مش عامله حسابي يا سمير. وبعدين ده انا ما بعرفش اتكلم كلمتين انجليزي على بعض. وهم كل اللي برا مصر بيتكلموا انجليزي يا عبله، ما تخافيش. ايه ده؟ دي صورة القسيم. ايوه ما انا طلعت لك عليها. طب هتوديني على فين بقى كده؟ والله مش انا اللي موديك، المستر هو اللي مرتب كل حاجه. انا خايفه لبهدل الدنيا وما اعرفش اتصرف. خايفه من ايه؟ انا اوصلك المطار هتلاقي حد مستنيكي هيوديكي لحد باب الطياره، واول ما توصلي لبنان هتلاقي واحده مستنياكي هتوديكي المستر اكرم. لبنان؟ اه بس دول بيقولوا على ستات لبنان حلوين قوي يا سمير. ما هم بصراحه حلوين قوي، بس انت احلى يا بلبله. إن شاء الله تسلم وتعيش. السلام. ان شاء الله يسلم قلبك. ده انا اقول لك عايزك تخرجني بره الاربع حيطان، تخرجني بره البلد كلها. ربنا يخليك ليا يا سيد الناس. الحمد لله على السلامة. ان شاء الله تسلم. تعال تعال. لحظة. اتفضل. فكرة معينة بس. شكرا. حبيبتي
قلت لك شويه حاجات يا رب تطلع مقاسك. يلا حبيبتي قومي جهزي عشان نلحق ننزل. على طول كده؟ معلش مفيش وقت، هما كلهم يومين، الحق اوريك بيروت فيهم. تسلم لي يا سيد الناس، ما تحرمش. الحمام منين؟ اهوانه. ازيك يا بنت يا نور؟ الحمد لله. ازيك يا نور؟ الحمد لله. سمير ما قاليش انك جاية. سمير ما قاليش انك جاية؟ هو سمير معاه خط سيرها يا لمدة؟ مين يا نور؟ هرمن يا عم جمال. جمال ان شاء الله. هرمن يا حبيبي. انت معاك ضيوف ولا ايه؟ لا دي تقى. ده بقى عم جمال اللي انا قلت لك عليه، هو اللي مربيني زي ابويا بالظبط. اهلا بيك. اهلا بيك يا بنتي. دي تقى خطيبتي يا عم جمال. ايوه كده. هدي الاخبار اللي تفرح بصحيح. الف مبروك يا سوني. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك يا بنتي. الله يبارك. اتفضلوا. اوعي يا بنت. ادي حاجه ساعه من الثلاجه يا نور. مع انك عملتها من ورانا بس مش مهم، اهو واحد فيكم نصفني. معلش يا عم جمال، حقك عليا ما تاخذنيش. الموضوع اصله حصل بسرعه ما لحقتش اقول لك. انا يا دوبك رحت اسماعيليه قريت فاتحه واتفقت معاهم، مفيش شك ولا كاتب كتاب إلا بوجودكم طبعاً إن شاء الله. إن شاء الله. إزيك يا سمير؟ إزيك يا سمير؟ إزيك يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. إزيك طبعا؟ الحمد لله كويس. أمال فين تريكة؟ تريكة؟ نايم جوه نايم. يعني أنا مش فاهمة، أنت هتتجوزي سوني ولا سمير؟ لا انا هتجوز سوني. هتجوز سوني يا نور. هتتجوزني انا وهنعمل الفرح في اسماعيليه على البحر عشان بعد ما تخلصي رقص في الفرح تروحي تطشي في الميه على طول. طيب استاذنكم انا عشان عندي مشوار مهم. لا خد مشوار ايه، مفيش الكلام ده، احنا مع بعض النهارده سوا، انا جايب غدا عشان نقعد ناكل كلنا. معلش يا سوني بقى ملحوقه، مش عامل حسابي اني اتغدى في البيت النهارده. الف مبروك. خد هنا سمير. في ايه مالك، انت لسه شايل من موضوع المحل ولا ايه؟ لا خالص، انا مش شايل ولا حاجه، دوره زي ما انت عاوزين. خش صح اخوك يا ابني. حاضر يا حاج. اتفضل يا سوني، الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك فضل. فيك يا عم جمال حبيبي. ربنا يتم لكم بخير يا ابني. ربنا يخليك يا رب. خد يا ترى، خد، ما تتكسفيش، ده بيت اهلي. ريكا أم أبوك عايزك برضه. كان نفسي عبلة والله تكون موجودة عشان اللمة تكمل والقعدة تبقى أحلى. ألف مبروك يا سوني. مبروك يا توقع. الله يبارك فيك يا شيخ. سمير بقول لك إيه، استنى. خد امسك نقنق بده في الطريق، أنت ما اتغديتش. تسلم يا سوني، مش عاوز. بتمسك يا جدع أنت في إيه؟ خلاص يا سوني بقى، قلت لك مش عاوز. السلام عليكم. هنشيل لك نايبك في التلاجة طيب.
معرفش ليه بابا كان شديد معايا انا بالذات، ده حتى مواعيد المروح كان حاططها ما ينفعش اعديها. ده اكيد وانت صغير. وحياتك وانا كبير برضه، ايام الجامعه برضه كان نفس النظام ماشي. وما ينفعش اصاحب اي حد، لازم يعرف صحابي. يعني صحابي كان يعمل لهم كشف هيئه زي بتوع الجيش. لو سمع اسم حد من صحابي جديد يجيب اصله وفصله، وساعتها يقرر هو يعرفه يا اما اقطع علاقته بيه. ايه اللي كان مغوشه؟ ما اعرفش، يمكن عشان الكبير، او يمكن عشان كنت الوحيد في اخواتي شاطر وملتزم، او ممكن كان حاسس اني مش هفضل كده لو سابني الادمان. وحشة. أنا مش عارف أنا حاسس بإيه ناحيته. لما مات زعلت وعيطت، بس بعدها حسيت إنه خلاص كان كتفني ما عادش موجود زي الأول. الله يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا ويجعلك خير خلف لخير سلف. إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، نبقى الآن حليب يا قشطة مباركة يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ شيخ محمد رفعت. السلام عليكم. عليكم السلام. الله، كنت فين كل ده يا سمير؟ انت لسه رايح دلوقتي ولا ايه؟ هو معلش يا حاج، كنت مع جماعه اصحابي كده والوقت سرقنا. لحد دلوقتي يا ابني دي الشمس طلعت. طب كنت اتصل بينا على الاقل عشان ما نقلقش عليك. هي البنت اللي خطبها سوني دي انت تعرفها؟ اه. اصلك اتغيرت اول ما شفتهم. لا ما اتغيرتش ولا حاجه يا حاج، انا كنت عادي جدا. معلش يا ابني، كل واحد بياخد نصيب. نصيب ايه اللي بتتكلم عليه يا حاج؟ انا ما بحبش كلمه معلش دي. سامحني يا بابا، معلش انا تعبان شويه وعايز انام، متعصب يعني فغصب عني.
تصبح على خير يا حاج. وانت من اهله يا ابني. عليك يا الحمام اصله كان زحمه. ولا ايه؟ انت اصلك وحشتيني قوي. انا ما بعرفش اقول الكلام الحلو بتاع الحاجات ديت في الاوقات دي، بس انا حلو على فكره، يجي مني. جربيني انت بس. ايه مالك؟ لا عادي. عادي؟ امال انا ليه مش عادي؟ كده انا عادي ومش واخد بالي مثلا؟ تقى انا والله العظيم بحبك. طب ايه؟ ايه هتفضلي ساكته كده كتير؟ ده احنا ما صدقنا نتقابل. قولي حاجة. طيب عشان بس تبقي فاهمة، ها احنا اول ما هنتجوز ان شاء الله مش هنبطل رغي لا ليل ولا نهار. انا بقول لك اهو، ان شاء الله حتى نتخانق. انا اصلي من ساعة لما ابويا مات الله يرحمه وانا بقيت بقعد في البيت باليومين والثلاثة، ولا حد بيجيلي ولا بكلم حد. الونس في البيت برضه حلوة يا طلعت. الله يرحمه. دنيا. بالمناسبة، شوفي انت فاضية امتى انت والدكتورة علشان تيجوا تشوفوا الشقة. انا ابتديت اوضب خلاص، بس مش هينفع افرش اي حاجة غير لما تيجي وتنقي انت. كله هيبقى على ذوقك ان شاء الله. مش يلا بينا بقى؟ ليه؟ يلا بينا ليه؟ ما احنا لسه قاعدين. عشان الشغل يعني، مش عايزه اتاخر، انت فاهم. هو ايه، في حد بيضايقك هناك في الشغل؟ لا. لو في حد بيضايقك قولي لي، ما تتكسفيش يا تقى. في ايه؟ انا ممكن اكلم لك المستر اكرم عادي يعني. ده صاحبي على فكره. يا سلام. يا سلام. هو ربنا صاحبي، صاحبي قوي يعني. احنا بنخرج مع بعض وبنسهر مع بعض وبنلعب كوره مع بعض. اي نعم هو بيطلع عيني في الماتش وملوش فيها، بس انا وتريكا وسمير بنجيبه يلعب معانا كده يعني. بجد؟ ربنا صاحبي، صاحبي بقول لك يعني. انا في حكم نسيبه اصلا. ايه ده ازاي يعني؟ ازاي ايه؟ هو مش متجوز عبله، وعبله دي تبقى بنت خالد سمير، وسمير يبقى اخويا. انت اكيد بتهزر. هو المصحف الشريف ابدا، بس هي الجوازه اصلها كانت عديه، ومراته التانيه ما عندهاش علم بيها. بس ده بيحب المدام نايلة جدا. ما هو اكرم كده، ما يبانش عليه، تلاقيه افندي في روحه كده وبتاع. ما تشغليش بالك بقى، احنا هنقعد طول القعده نتكلم عليه ولا ايه؟ خلينا في الغزال اللي قاعد معانا ده. قولي لي، هو انت مبسوطه في الشغل معاهم؟ الحمد لله. طب الحمد لله، الحمد لله. وعشان برضو تبقي واخده بالك، انا
بعد الجواز مش هقول لك مفيش شغل واقعدي في البيت والكلام ده. عايزه تشتغلي وتسالي نفسك كده على خفيف، مفيش مشاكل. بس عشان تبقي عارفه انا اقدر اكفي بيتي من مجاميعه. طيب اتكلتي اه؟ نحلي بقى؟ نحلي اه؟ دي شوية حلو كده على خفيف. قوم لحضرتك. عندكم حلو يا حبي؟ في تشيز كيك وفي كنافة بالقشطة، في كل حاجة. تاخدي ايه؟ لا شكرا مش عايزة حاجة. ازيك يا تريكا؟ ما طلعتش ليه امي فوق؟ بكلمك من الصبح ما بترديش. ما خدتش بالي خالص والله. كنت فين؟ خلصت شغل واحده زميلتي كانت عايزه تشتري هدوم، رحت انقيهم لها. انت عارف ذوقي يعني. بس المول كان زحمه جدا. وانت مكلمني اكتر من 20 مره. اضحك عليا. اضحك عليا يا بنت الكلب. انت بتمد ايدك عليا؟ انت عامله لها بنت فيها شريفه وانت مدوراها وماشيه مع اربعه. يا بت علشان خروجتين وشويه هدايا بتعملي كده معايا يا معفنه. ها؟ مالا دماغك برضو؟ مش هو اللي مالا دماغ. مش هو اللي مالا دماغي يا حبيبتي، مش سوني. واحد من اللي كنت مديهم على عينهم زي هيثم جالي وحكى لي على كل حاجه. راح فين؟ مش قبل ما تتحاسب على وساخة. مالك يا عم ولا ايه؟ الو مش بتخرج من هنا. لا والله يا هدير انت كمان وحشاني. عارفه عارفه انك مشغول. ماشي بس انت اللي هتعملي الغدا. اتفق. ماشي باي باي. مين ده؟ ده الاكس بتاعي. صاحبك؟ كان صاحبي. زي النهارده كان الانيفرسري بتاعنا. يعني انتوا سبتوا بعض؟ اه سبنا بعض خلاص. ليه؟ عملت ابورشن و الموضوع باظ ما بيننا، معرفناش نكمل. هو انا مش فاهمه يعني انت عملتي ايه؟ يعني كان في بيبي وعملت عمليه، هو كان عاوز يتجوزني وانا ما رضيتش. ما اتجوزتيهوش ليه يعني؟ ما كنتش حاسه ان انا عايزه اعمل كده في الوقت ده. بس الجواز كان هيحل المشكله اللي كنت فيها. مشكله ايه؟ هناك عادي انا ممكن عايشة انا هو ونربي البيبي من غير جواز، او ممكن اخد البيبي انا واربيه. انا بس ما كنتش عايزه ان يبقى لي ابن من الدراج ميت بتاعي. انت متخيله حجم المشاكل اللي ممكن كانت تحصل لنا اصلا؟ مشاكل ايه بقى؟ انت مش بتقولي ان هناك عادي؟ يعني الناس بتخلف من غير ما تتجوز ومفيش فضايح ولا حاجه. لا انا مش قصدي فضايح يا تقى. انت متخيله اتنين عيال بيضربوا مخدرات ومعاهم بيبي؟ انت متخيله حجم المصايب اللي ممكن نعملها في بعض؟ هنا بقى انت ممكن تنتحري عشان تهربي من الفضيحه دي. تنتحري؟ هو انت كمان كان عندك بيبي ولا ايه تقى؟ انا؟ لا طبعا. انت اصلا يا تقى عمرك في حياتك ارتبطتي بحد غير سوني؟ اه. وبعدين؟ خلاص سيبنا بعض من زمان. ولسه بتتكلموا؟ لا اكلم مين؟ ده اكتر بني ادم بكرهه في حياتي. امال حاولتي تنتحري ليه؟ انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. عماله اتكلم معاكي من الصبح وجايه تقولي مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. يمكن عشان لغايه دلوقتي عايشه خايفه من الفضيحه. فضيحه ايه؟ انت مالك مركزه مع الناس كده ليه؟ انت عارفه يا تقى ايه اللي ممكن يخليني انتحر بجد؟ اني اعيش خايفه زيك كده. بقولك يفكك من الجو الاكتئاب ده، تيجي نقوم نطلع نقيس اللبس اللي اشتريناه الصبح. معلش يا تريكا، معلش جلسه ليما، بس واجب برضو كنت تقولي اجي معاك بدل ما يتكتروا عليك زي ما حصل. ما خلاص بقى فك البوز دوت بقى، ما كانش حوار. الله، ما كانتش حته بت وقيع تعمل فيك كل دوت يعني. تصدق قالها تريكا، اصل الكلمه لما بتطلع من الغريب بيبقى سرها باتع. انت اللي بعت لي الواد هيثم ده. امال يعني كنت عايزني اسيبك على عماك يا اخويا؟
ما انا لما جيت لك على الدغري طلعتني ما بصونش العشرة، قلت بقى يمكن لما ابعت لك واحد حلو من حالك توزن الكلام. انا وصلت له ازاي؟ هوصل له ازاي يعني يا خفيف؟ من الرسائل اللي كانت بتبعتها له بنت الفقريه هو وغيره، كلمته ووريته اللي وريته لك، بس الفرق بقى بينه وبينك ان هو اشترى مني وصدق ودور وراها. وانا بقى القرطاس اللي اتضحك عليه منها ومنك ومن الواد. لا اله الا الله يا ابني، وهعلم عليك ليه؟ هو في بينا الكلام ده؟ لا يا اهبل انت، انا اخوك الكبير يا تريكة. الله، البنت دي ما تسواش تلات ابيض، وتمامها قوي اللي انت عملته معاها. فك فك يا حبيب قلبي وارمي ورا ظهرك، مفيش حد كبير على الغلط، واخد لي بالك؟ يلا روق كده وتعالى اقطعك ماتشين في السريع، ما انت خلاص بقيت ملطشه. هات التاني عشان ما ازعلش. يلا اوريو 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 اوريو. فك فك. انا طالع اهو يا اخويا. ايه تعمل ايه كل ده في الحمام؟ اسكت يا صفوت، بطني قايمه عليا يا اخو، ربنا ما يوريك. ماشي يا اخي، وهل بطنها قايمه عليها واخده المدعوه اللي في ايدك ده بيعمل معاك ايه جوه في الحمام؟ جرايه يا صفوت، ما انت بتاخد معاك اخويا الجرايد كل شويه، انا بتكلم ولا بقول لك انت واخدها ليه؟ ايوه باخد الجرايد، بس مش نايم قايم بيها زي المدعوق اللي في ايدك ده. جرايه صفوت، هو انت قايم يا اخويا من النوم تقول شكل للبيع؟ طب لما تقول لي سلامتك وتقوم تغلي لي شويه نعناع؟ اوعى. هات التليفون ده. مالك يا ابو عبير فيك ايه؟ هات الباب ده بقول لك. جرايه صفوت، مالك النهارده؟ بقولك هاتي ايه؟ هتشوف ايه يعني؟ ايه ده؟ كمان عامله له كلمة سر؟ خد افتحيه. الله، مش عليه صورنا وصور البيت؟ ما عملوش كلمة سر ليه؟ وريني. ودي ايه دي؟ مين الموافقة دي؟ اهي واحدة معرفة يا اخوي، واحدة معرفة. مالك يا ابو عبير؟ مالك؟ واحدة معرفة قايمة في نص الليل عشان بطنك قايمة عليكي، ولا عشان تتسهري مع واحدة معرفة؟ لا، انت النهاردة فيك حاجة، انت النهاردة فيك حاجة. مالك يا صفوت مالك؟ انت كاتبة لها هنا بقى بتقول لها هي دي بقى اخرتها؟ يعني ايه تقصدي ايه بقى؟ اصل دي معرفة البنت شيماء، فجتني يا اخويا من قيمة شهر وسلفت مني عباية، ولحد دلوقتي ما ردتهاش، وليه معفنة بعيد عنك اعمل ايه؟ وانت تتنقلي تشحتي حاجتك ليه؟ انا مش محرج عليك لا تشحتي حاجه من حد ولا تشحتي حاجتك لحد. يا اخويا هم متعشموا فيا، اتعشموا فيا، ما رضيتش اكسفها لا هي ولا شيماء، اعمل ايه؟ موت نفسي يعني؟ طب يلا تخمدي تخمدي عشان ما اخليش ليلتك سودة على المسا. لا بطني، اوعى، انا هقوم اغلي لي كوبايه نعناع. الشبشب يا اخويا. خدي هنا وريني، هاتي التليفون ده، هاتي. أكروم، أنت هنا يا معلم؟ مساء الخير. مش تقول لي يا عم إنك ليك في الكلام ده؟ كنت ظبطتك.